الخبر الاولي عدنا عن نارين بيوتي والحروق اللي صارت بها يا حبايب. فلزوا شوية سوريات قاعدة تقول بيها انه مثل عين وصابتها، فهي حاليا وصلت للامارات، ولكن يا حبايب تقول هي كانت نايمة بالطيارة وبس قامت يا حبايب شافت انه كل جسمها عبارة عن حروقات. مثل ما شايفين يا حبايب المنظر قدامكم كلها عبارة عن حروقات. قاعدة تقول انه هي صار لها حساسية سيبقلت شغلة معينة، راح احطكم الستوريات. اوكي جايز، حابة اول شيء لكم اني وصلت على دبي بخير وسلامة بعد معاناة كثير طويلة. ثاني شيء بدي اقول انه منال حتنتفني بعد ما تشوف اني لعبت بوشي، فان شاء الله ما تشوف الستوري هاي. ثالث شيء بدي اقول انه وصلت على دبي الحمد لله بخير وسلامة، بس متأكدة مثل الله واحد انه ضربتنا عين، لانه نايمة بامان الله بتختي بعد معاناة يمكن 48 ساعة ونحن بالمطار، و بصحى من النوم جسمي كله متحسس حساسية كأنه محروقة، جسمي كله 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 متحسس من كأني محروقة، المنظر جدا بخوف. أول شيء كنت مصدومة ما بعرف شو صاير، يمكن أنا حكيت حالي لأنه بالعادة بعلم جسمي، ما فهمت شو صاير، بس اكتشفت بعد ما رحت على الصيدلية أنه أنا أكل شيء وتحسست منه. ومبارح كتير كنت جوعانة وطول اليوم عم أكل، ما بعرف شو صاير معي، بس حفرجيكم صور عن جسمي. طبعا الله فيها يا رب، وإن شاء الله ما بيها إلا العافية. وبالإضافة يا حباب في إعلانات أنه راح تنزل مقطع على اليوتيوب، واللي هو مقطع نزل لكم عبارة عن مقلب كان قبل كم ساعة. فكتبوا لكم بالتالي شاركوا بهذا المقطع، وروح حاليا لياس وسفرها للامارات يا حبايب. فنزلت هذه الستوري كانت تتعلم من خلالها انه هي راح تسافر للامارات، ولكن يا حبايب ما حددت الموعد بالضبط. فلتوقعوا يا حبايب المفاجاه اللي حكي عليها وسام تكتب بالفيديو انه راح تكون هو عباره حيسافر لدبي. ما ادري اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم من هذا الموضوع. نروح حاليا لمريانا غريب وتنزل شويه ستوريات كانوا عصبه بيها، وقاعده تقول انه اتمنى من المتابعين يوقفون تصاميم الحب بينها وبين محمود طبنجه وما يسالون هواي عن هذا الموضوع يا حبايب. انه بيناتهم علاقة مو حب وانما علاقة زمالة، ولكن هم يغاروا على بعض بالفيديوهات. راح احطلكم الستوريات. احطلكم ستوري مبارحة انه طبولي اشعاع سمعتوه عن طبنجة، كل الكومنتات انت بتحبي طبنجة، لا هو بيحبك، لا انتو الاثنين بتحبوا بعض بس ما عم تحكولنا. رجاء خففوا من هي الكومنتات، يعني انه صداقتنا حقيقية فما في اي ستريس على الواقع، لحتى يعني لهيك حتى بتشوفونا من دمجين، نحن على الواقع حقيقيين وعلى الكاميرا حقيقيين. فلهيك وقتها بصير في جو غيره بالفيديوهات، لانه انا بغار عليه زبرافق بنت غيري، هو بغار. انا نشرت صوره كل الكومنتات عن هالموضوع، بنشر فيديو تيك توك كل الكومنتات عن هالموضوع، بقولكم بعثوا لي اصواتكم لاعمل فيديو عليهم. نفس الشيء انتم طبنجة بتحبوا بعض، انا وطبنجة بس رفقات، وانما بتشوفونا مندمجين كثير مع بعض بالفيديوهات لانه نحن بنحب بعض كصداقه، لانه انا برافق اذا انا برافق شاب غيره، فانا وياه ما لنا مرتبطين، وانما نحن بنحب بعض لانه نحن كثير رفقات. رجاء نخفف من هاي الكومنتات. رجاء ننتقل حاليا ليارا مارو تنزل هذا الستوري قاعده تقول بيه مش الحكي اللي حكيته امبارح، واللي نزل شويه ستوريات تقول بيها انه راح تطلع تفضح كل شيء قصه نورمان وقمر الطاقه يا حبايب فيديو يوتيوب باشر. فقعدت بكره الساعه بالاربعه فيديو يوتيوب افهمكم كل شيء، وبتمنى تفهموني اللي الي بحبكم كثير. يمكن اترك السوشيال ميديا بعد هذا الفيديو. من الواضح يا حبايب انه هي راح تطلع وتسوي فيديو كلش نار بتفضح بيه كل اللي قاعد يصير، يمكن تحط فيديو المحامي. راح يسيكم باشر الساعة بالأربعة، فكتبوا بالكومنتات شنو توقعاتكم وشنو اللي راح يصير. نتغل حاليا نورمار تنزل شوية ستوريات قاعد يعلم من خلالها انه راح ينزل لنا باشر مقطع على الساعة بالأربعة، راح يكون بالأعضاء الفرق الجديدة. وبنفس الوقت يقول الشيء الغريب اللي صار انه هذول الأعضاء يا حبايب طلع واحد من عنده خشم الدم، وصار يقول بنفس الوقت انه راح ننصدم كلش من جنسياتهم. فشنو توقعنا احباب جنسيات هذول الأعضاء الفريق الجديد؟ ما ادري، راح احطكم الستوريات شوفوها. انا بالاستديو يا جماعة بس ما افرجيكم شيء، انه في شيء كثير رهيب بالاستديو تسوي لي يا محمد مفاجأة. ف خليكم جاهزين للفيديو بكره، راح تشوفوا الاعضاء الجديده وراح تشوفوا جزء من الاستديو بفكرتين فيديو. تخيل تخيل بكره. نعم عم تسوي قهوه يا جماعه، صورت لكم فيديو بكره راح ينزل على الساعه 4، خليكم جاهزين. الفيديو كتير خطير وعضو جديد نزل له دم. عضو الجديد، عضو جديد، اول مرحبا بس اطلع بالكاميرا. عملي هيكون جاهز، هيكون جاهز بكره الساعه 4. وبس والله حبايبنا وصلت المقطع، المقطع عجبكم انسوا تفجرون هذا المقطع باللايكات وفيس تشيك وفيس زي ما قالت الخصاص. احبكم، مع السلامه، باي باي.